السلام عليكم. شو بدي زاد كالعاده معكم. رانا ولينا نتكلموا على نهايه الشوط الاول. الشوط الاول اللي كان مثير، الشوط الاول اللي شلنا البرتغال ضيع اخر دقيقه دروك ضيعها شلنا سواريز كيفاش ضيع، كافالي ضيع مقابله للشوط الاول لتضييع الفرص بعد ما سجلت الاوروغواي في الدقيقه السابعه وارتابك شويه. كانت رايحه الاوروغواي شنها كانت رايحه تجي تسجل الهدف في الدقيقه التاسعه والعاشره وال13 دقيقه، كانت تسجل اهداف لولا يقظه الحارس والمدافع، خاصه بيبي اللي قدم في مباراه لا باس بها، وين شنا سواريز اللي راه مسيطر وراه يلعب في الجهه اليسرى تاع المدافع اللي راه راش يعجب دفع غيريرو، هذا اللي راه كيما شنا كيما سواريز راه يلعب من جهته، فماك راهي ثغره، فماك لو كان يقعد هذا المدافع ومكاس سوتيا تاعه راه غادي نشوفوا اهداف من الاوروغواي، خاطر عليه سواريز راه يلعب من جهه هذا المدافع الايسر اللي ما راهش في احسن احواله، ما عندوش سوتيا ما شنا سوتيا ما كاش راه كيما يقلبها ويروح من جهته ويقعد من موراه ويعطوه البالو للامام يروح يديها له بكل سهوله، راه مسيطر عليه تما راه مسيطر عليه. نتمنى ان شاء الله المدرب يفيق لهذه الخطه ويفيق لهذه اللعبه هذه، خاطر عليه رانا نشوفوا في كريستيانو راه محاصرينه، كريستيانو راه اللي كي البالو قدام لا توصل يكونوا عنده ثلاثه، كريستيانو مراقبه لاصقه اللي راهي عليه. نتمنى ان شاء الله المدرب يعطي كريستيانو يعطيه يخليه يتحرر يلعب في كل جهات، ما يخليش خاطش على بالسرعه تاعو، شلنا كيفاش كريستيانو بالسرعه تاعو باللعب تاعو انسان اللي ما يعياش بالخف، ولا شلنا كيفاش يلعب، شلنا باللي من لا ديفونس يطلع حتى لاطاك كيما يقول بلا رابي على هذيك. ان شاء الله بربي الشوط الثاني نشوفوا شوط احسن من الشوط الاول، خاصه البرتغال وين رانا ناصروا في كريستيانو، واحد الناس راهي ناصر في كريستيانو. ان شاء الله نشوفوا مقابله كبيره، شوط ثاني كبير، ونشوفوا انتفاضه تاع كريستيانو، انتفاضه تاع البرتغال كاع في الفريق تاع البرتغال. شوفوا خاطش عليه هدف مشي بزاف، ينجموا يسجلوا، ينجموا يعاودوا يولوا في النتيجه، ينجموا يقدموا مقابله، خاصه كريستيانو اللي ما شناش بزاف في الشوط الاول، واحد ما نكذبوش على روحنا، خاطش عليه مراقبه لاصقه راهي عليه مشدده، ما خلاولاش مساحات، ويعرفوه اللعابه تاع الاوروغواي، قراو كريستيانو، يعرفوا كريستيانو مليح. لو كان كريستيانو يخرج بالك خير البرتغال، خاطش عليه لاعبين يعرفوا كيفاش يلعبوا، خاطش عليه كاع الكرات يحوسوا يوصلوا من كريستيانو، كاع البرتغال كامله كاع من الحارس حتى كاع يحوسوا يوصلوا الكره لكريستيانو. كريستيانو البورتي الاوروغواي راهي مستغل هذيك الفرصه تاع البالون توصل كريستيانو، وراه مشينا مراقبه عليه. على هذيك ان شاء الله بربي نشوفوا الشوط الثاني احسن من الاول، هذه هي صحيح ربي يحفظكم.